يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق كتاب العبودية على قول شيخ الإسلام رحمه الله أن التكبير يطفئ النار، ذكر أن هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الإمام أحمد قال عن أحد رواة هذا الحديث إنه ليس بشيء وأنه كان يكذب ويضع الحديث. السؤال: هل ذكر شيخ الإسلام لهذا الأمر أن التكبير يطفئ النار المعنى هو أنه يصحح الحديث الوارد في ذلك؟ ما هو لازم أنه يصحح الحديث، لكن يصحح الاستدلال والاستئناس به، فما كل حديث ضعيف يترك، استدل به ويستأنس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد، شوف عبارة الشيخ عند الحديث وش قال شيخ الإسلام، أي وأن التكبير يقول وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، أي لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم. وهذا ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من باب المرغبات. نعم.